ضيفتي النهارده هي مطربه جزائريه شابه بدات طريقها في عالم الغنى من خلال برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي الموسم العاشر، والنهارده وبناء على طلباتكم على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام هي ضيفتي النهارده في البرنامج. هي صوت جميل ورومانسي احساسها راقي. دي باختصار نجمه ستار اكاديمي كنزه مرسالي. اهلا بيكي. اهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ميرسي على المقدمه الحلوه حبيبتي. عايزك تقولي لي بقى، انت جيتي مصر من امتى ودي اول مره تيجي؟ كنت فاكره هتقولي جيتي مصر ليه. لا يعني بقالك قد ايه في مصر وجيتي انا مصر؟ بقالي من شهر 10 14 10 جيت ومسافره ان شاء الله قريب. انا جيت عملت اغنيه مع الملحن الكبير محمد رحيم وخلصناها خلاص وفضل بس الميكس وتنزل ان شاء الله. عاوز اعرف بقى استقبال الجمهور المصري ليكي في المطار. انا سمعت عن الموضوع ده، عايزك تحكي لي عن الموضوع ده شويه. والله يعني دي مش اول مره، يعني انا اول مره جيت مصر كان في شهر 1 اللي فات، وكان الاستقبال هو نفسه، يعني حار والناس كلها مستنيني ودايما الطياره تتاخر وهما يقعدوا يستنوا. فيعني حاجه تشرفني قوي ان انا يعني تاني بلد غير بلدي، اللي دايما كل ما اروح الاقي الناس مستنيني في المطار. يعني هو ده البلد الوحيد اللي مش بلدي والناس تستناني في المطار وتستنى بس كنزة امتى جاية وامتى توصل عشان كلنا نروح نستقبلها في المطار. دي حاجة تشرفني قوي، دي حاجة انا اعتز بيها جدا. انا شفت طبعا على الفيسبوك وعلى الانستجرام طبعا يعني ليكي فانز كتير جدا ما شاء الله عليكي في الوطن العربي كله مش في مصر بس. وكنت عايز اسالك بقى، يعني انت موجوده في مصر دلوقتي للتحضير لاغنيه مع الملحن الكبير محمد رحيم، وسمعت ان الاغنيه اغنيه رومانسيه، عايزك تكلميني شويه عن الموضوع ده، وخصوصا ان الفانز بتوعك قلبين الدنيا عايزين يعرفوا خفايا بقى وحاجات كده. بس هي يعني الاختيار بتاع الاغنيه كان شويه صعب، لانه بما انه اول سنجل ليا فالاستاذ المبدع الكبير محمد رحيم اللي نوجه له تحيه طبعا بالمناسبه، فيعني الاختيار مش ما كانش صعب قوي بس كان محير. يعني قعدنا وقت طويل جدا وانا رايحه جايه على الاستوديو رايحه جايه كل يوم نعمل اغنيه وبعدين المره الجايه نعمل اغنيه تانية والمره اللي بعدها نعمل اغنيه تانية. يعني كل مره بيقول لي لا انا عايزه اجرب صوتك في دي، اجرب صوتك في دي، طب احفظي دي. انا حفظت يعني يجي 6 أو 7 اغاني وسجلتهم كلهم جايدات، والحمد لله يعني بعد عناء مش طويل بس يعني تعبنا شويه على عبال ما اخترنا الاغنيه اللي هو حسها ان هي دي انت، انا عايزك كده، انا شايفك كده. فالحمد لله. يعني ما كانش بناء على اختيارك انت ولا اختيارك؟ لا الاثنين طبعا. طبعا هو بص يعني ما فيش اغنيه تسمعها من محمد رحيم وتقول لا مش حلوه، يعني ما فيش، سبحان الله عنده كده. كانت بدايه كانت بدايه اللقاء ازاي؟ يعني عرفتوا بعض ازاي او يعني تواصلتوا مع بعض؟ لا إزاي؟ احنا عرفنا بعض على السوشيال ميديا. يعني انا بعد ما طلعت من ستار اكاديمي كان في كتير ناس يعني بيتكلموا عني، في ملحنين وفي مؤلفين وفي وفي وفي، يعني بس اغلبيتهم مش جديين، يعني بيتكلم يطلع يتكلم كلمه كلمتين وخلاص. بس هو كان يعني على طول بيكتب، وكل ما بيطلع برامج مثلا بيتكلم عني وبيقول انا يعني عايز اعمل لها اغنيه، يعني عايز يعني ممكن استفز صوتي، ممكن عايز يشوف الحان بصوتي عامله ازاي يعني. ولاحظت كل مره انه مصر. فالموضوع ده كان من وقت يعني طويل، يعني بعد ستار اكاديمي بشهر او شهرين. فكل مره بقول يلا انا جايه مصر، انا جايه مصر، ويعني يعني باله طويل قوي معايا، كان يصبر عليا كل شويه يقول لي انت مش هتيجي ولا ايه، طب ايه طب ايه، وكان كل مره يعني بيحسسني انه فعلا عايز يعمل عايز يعمل لي حاجه. فالحمد لله يعني النصيب جه وجيت وعملنا الاغنيه. نورتي مصر، ومش هقدر ان انا اضيع معاكي وقت لان الفانز عايزين يسمعوا صوتك، فعايزين نسمعهم حاجه. طب نسمعهم ايه؟ هم مش طالبين؟ هم متعودين يطلبوا. ممكن نغني لهم حاجه كده نسخن بيها على بال ما نشوف الحاجات اللي جايه. حاجه نسخن بيها، حاجه نسخن بيها، نقول ايه؟ طب مادام يعني انا بقالي كتير هنا يعني اكيد ولاد بلدي وحشتهم ووحشوني، طب نغني حاجه لبلدي مثلا، نغني حاجه جزائريه يعني. أوكي. جزائريه. راح الغالي راح.
راح الغالي راح راح والدغرام معاه خلاني نبكي ومحير ونخمم فين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونخمم فين نلقاه. جميلة جدا. أنا عرفت إن دراستك كانت إعلام، إزاي بقى جت بدايتك مع الغنى يعني؟ احكي لي. والله يعني بدايتي مع الغنى كانت من زمان، يعني من ساعة ما يعني أنا من وأنا صغيرة كنت بحب أغني، بس ما كنتش عارفة ان انا مثلا عايزة الموضوع يبقى يعني يبقى كمستقبل يعني. كعمل. انا كنت بغني بس يعني كنت بحس ان في صوتي حاجة حلوة، يعني في نغمة كده في صوتي، فكنت بغني بس لوحدي، محدش في البيت كان عارف. فمش عارفة كنت ممكن بتكسف من الموضوع. انا فاجئتهم في تقريبا في سن 13 14. فلقيت يعني ماما بدأت تغني في البيت بقى وكده، فاكتشفتني ماما انا بغني، فيعني قلت خلاص الموضوع مش هيفضل، احنا مش بنسرق يعني الموضوع لازم يعني. وقت ما حسيت ان انا عايزه يعني اعمل الموضوع ده، عايزه اغني، عايزه اطلع على مسرح، عايزه الموضوع يبقى منتشر يعني، فقلت خلاص يعني لازم اطلع ولازم كل الناس تعرفها، الاهل عرفوا والصحاب عرفوا، فبقيت خلاص يعني بقى الموضوع بالنسبه لي يعني عايزه احترف، خصوصا بعد ما يعني ابتدوا البرامج الهواة يطلعوا، كان برنامج ستار اكاديمي كان لسه جديد، فمن هنا ابتدى الاصرار، ابتدى حب الرغبه ان انا انتهن الموضوع، ان انا اكمل فيه. فالاعلام لا، الاعلام كان مجرد يعني الاعلام برضو ليه في شق في فن اكيد يعني. طبعا يعني في نفس يعني حاجتين بيتماشوا مع بعض، يعني الاثنين يسمحوا لك انك تظهر للناس، يسمحوا لك انك، خصوصا انا اخترت يعني سمع بصر يعني تلفزيون واذاعه. فانا بالنسبه لي كان يعني كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه اكمل في الغنى، فالاعلام انسب حاجه تمشي مع الغنى. وانا اصلا كنت بحب الاعلام، يعني الاعلام من المهن اللي انا بحبها جدا. في ممكن مشاريع مستقبليه في انك تنافسينا بقى وتبقي مذيعه وكده؟ والله يعني ان شاء الله يعني لو كان في عرض كويس وبرنامج يعني يساعدني كفنانه كمان، يعني يكون في نفس المجال يعني. برنامج منوعات، برنامج فن، في يعني خفيف، مش حاجه جديه اكيد يعني، مش هتنفع يعني واحده بتغني وتقدم برنامج ملهوش علاقه بالحاجه اللي هي بتعملها، وكمان الناس عارفاني، عرفتني كمغنيه، فلازم يعني صورتي تبقى في نفس الاطار. إطار المغنية. طيب عايزين نشوف بقى شوية رسائل من على الفيسبوك. طبعا جمهورك مبهدل الدنيا طبعاً عندي، مش هتقدر يعني تقرا كل حاجة، فمش هينفع اقول الاسماء كل يعني مش هينفع اقول الاسماء، انا اقول بس بعتين لك ايه. في راما بتقول لك شكرا لحبايبنا المصريين على حسن استقبال كنوز، يا اجدع ناس، وسلم على كنوزة وقول لها هل اتفقتي مع شركة إنتاج؟ جاوبي. راما؟ اسمها راما؟ راما راما كاتي، معرفش. ميرسي يا راما، بشكرك. وبالنسبة لشركة إنتاج لحد الآن لا، مفيش حاجة خالص. أول ما يكون إن شاء الله حاجة جدية ورسمية أول ناس هيعرفوا أنتوا أكيد. في تيا كنزة بتقول بانتظار اللقاء على نار، فانز كنزة مرسالي بأمريكا، وجه لهم تحية. أول مرة أسمع إن في من أستراليا وفي كمان من إسبانيا وفي سلام. في اسم مش عارف أقراه بصراحة. هاي أحمد، شكرا لاستضافتك، أمورتنا. كنزة اسألها إن كانت نزلت مصر بقالها أكتر من أسبوع لحد الآن ما شفنالهاش صورة. إيه؟ مع مينا ولا دعاء؟ بيتكلم عن خضني، مش بنلاش ولا صورة، حرام عليك. لا، هو مفيش سبب معين يعني. طبعا مينا ودعاء حبايبي، مفيش اي خلاف بيننا، بس الموضوع وما فيه ان يعني
مرحلة ستار أكاديمي خلاص عدت، إن إحنا لازم كل حاجة نعملها تكونوا أنتوا عارفينها. فبس الموضوع يعني مش ضروري نقعد كل شوية ننزل صور ونعمل أهو إحنا اتقابلنا، أهو إحنا شفنا بعض. فلا يعني ما الموضوع خلاص، يعني إحنا صحاب صحاب، مش صحاب مش صحاب، يعني بس مفيش خلاف أو مفيش أي حاجة ممكن تقولوا إنه ما تصوروش مع بعض عشان مش بيتكلموا مع بعض، لا لا خالص. في لاميا لامو بتقول قول لي كنزة انها وحشتنا جدا، وان من كتر الوحشه حطيت صورتك بروفايل على موبايلي علشان اشوفك كل دقيقه. حياتي حياتي. في كمان فادو بتقول لك كنزة انا فادو من القصبه. وحابه نقول لك انك تعاودي اغاني ورده الجزائريه، اكتر الاغاني بيحبوكي فيها يعني. هتغني لكم دلوقتي حاجه الورده ان شاء الله. كنوز انا من فانزك العراقي، اول شيء نحبك هواي هوايا 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 كتير. ويا ريت تسالوها عن الحفله اللي قالت ان هي تتعمل بشرم الشيخ. والله انا ما قلتش، بس كان في كلام ان انا لو اتعملت، عشان انا كنت في تتويج ملكه جمال العرب من كذا يوم، فعملت حوار مع موقع وسالوني لو اتعملت حفله في شرم الشيخ هل هتشاركي؟ قلت لهم طبعا هيشرفني، يعني لو عرض عليا ان انا اعمل حفله في شرم الشيخ او في اي مكان يعني اكيد ده شيء يشرفني، بس انا ما قلتش ان انا هعمل حفله يعني لو كانت حفله. ياسمين بتقول لك انا ياسمين من تونس، وكتير بحبك وبتمنى لك النجاح في حياتك، وسؤالي متى راح تنزلي سنجل شبه الحنين. ياسمين طبعا بشكرك ياسمين وتحيه، وحابه اسمع منك اغنيه اندلسيه. اوكي تحيه لاهل تونس. والاغنيه قالت هتنزل امتى؟ بتسال يعني ان شاء الله هتنزل اول الشهر الجاي. سرور من ليبيا بتقول نحبوكي هلبة في ليبيا. هلبة. ويا ريت تقول لنا امتى تنزل اغنيه شبه الحنين، وهل عندك حفله قريب؟ شبه الحنين. وهل عندك حفله؟ جاوبنا على السؤال. حفله قريب، مش في شرم الشيخ، انا بتكلم عن حفله عموما. لا انا بتكلم عن شبه الحنين امتى هتنزل. سؤال الشق الاول. تمام من اوكي السؤال. الحفله والله بصراحه يعني ما عنديش اي فكره امتى هعمل حفله، بس ان شاء الله قريب يعني. بيرين الاموره بتقول لك كانوز تحيه من فانزك السعودي الكبير، هل اغنيه برضه نفس السؤال. كانوز انا من فانزك من اسبانيا، عايزه تسالك عن جديدك، في اغنيه تانية بعد الاغنيه اللي انت هتنزليها دي ولا لسه ما فيش؟ لا ان شاء الله ان شاء الله اكيد في ان شاء الله. طيب انت هتصوري الاغنيه اللي هي والله على حسب يعني فكرة التصوير موجودة، بس يعني الأغنية أولا هتنزل لسه ما اتفقتوش يعني على تصوير أو لا التصوير. هي الفكرة موجودة يعني فكرة التصوير موجودة، بس لا يعني لسه ما تأكدناش إذا هنصور ولا لا، بس يعني كبداية يعني هتنزل الأغنية سينجل وبعدين أوديو قصدي هتنزل أوديو وبعدين نشوف إذا نصورها أو لا. اتفسحتي في مصر بقى، روحتي فين؟ اتفسحت فين يعني رحت كذا، ما رحتش كتير يعني ما اتفسحتش قوي، بس رحت تقريبا مصر القديمه شارع المعز، ودخلنا كده قصر من القصور القديمه، كان في عرض تنوره كان حلو قوي اليوم ده. ايه تاني رحت برج القاهره، طلعت فوق شفت مصر من تحت شكلها كان. ورحت الزمالك. الزمالك رحت الزمالك، بس انا بتكلم عن المناطق يعني عن الاماكن اللي فيها تاريخ، الاماكن اللي فيها عراقه يعني. الزمالك رحنا يعني قعده خفيفه يعني مكان كده. نحكي لهم ولا لا؟ لا نحكي لهم. خدت كنزة يا جماعه ورحنا الزمالك انا وهي ومحمد حسين. ورحنا اتعشينا. قول نتعشينا فين ولا بلاش؟ مش عارفه انت وضميرك بقى. الجمهور ياخد عننا فكره مش كويسه. المهم انه يعني احمد ومحمد ودوني مكان كده غريب بيخوف شويه، بس الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. متابعه الموسم ده من برنامج ستار اكاديمي الموسم ال11؟ والله يعني كمتابعه مش متابعه للاسف.
بس يعني مره على مره بشوف البرايمات، مره على مره يعني يعني لما بكون قاعده في البيت يعني ويكون في البرايم يتذاع بشوف بس يعني مش متابعه قوي يعني. ممكن اعرف كده اسامي، اعرف اصوات، ده صوته ازاي، ده منين، بس ان انا متابعه والاخبار وده بيعمل ايه واليوميات لا. اكتر حد بتحب يعني لفت نظرك في الموسم ال11؟ والله كلهم حلوين يعني، كلهم كل واحد عنده حاجه مختلفه. بس يعني اكتر يعني كصوت مثلا بيعجبني مثلا صوت هايدي قوي. هايدي من مصر. هايدي من مصر بيعجبني صوتها جدا. بيعجبني صوت طبعا غير ولاد بلدي، دول ولاد بلدي اكيد يعني لازم اشجعهم، بس انا بتكلم عن ولاد بلدي انيس وسهيله، بس بتكلم عن التانيين. مثلا في مروان من لبنان صوته جميل جدا، في ايهاب من المغرب، في كذا حد يعني، والله مش عايزه انسى حد بس كلهم حلوين والله. غنيتي باكتر من لهجه في الاكاديمي، عايز اعرف ايه اكتر لهجه قريبه لقلبك وتحبي تغني بيها على طول، طبعا غير لهجه بلدك. غير لهجه بلدي اكيد المصريه يعني. المصريه ده غير الكلام اللي انا ما بقدرش غصب عني، ما بقدرش اكلم لهجه تانية في مصر. حتى مثلا ان انا بحاول مثلا ان انا اكون مثلا في بلد عربي تاني اتكلم بلهجتي وابيضها شويه يعني، استعمل مصطلحات مفهومه تخلي اللي قدامي يفهم، بس في مصر موضوع فاشل بالنسبه لي. يعني اول ما بلاقي حد مصري او حتى لما بكون في بلدي بيكلمني حد مصري تلاقيني قلبت يعني، من غير ما يعني ما اقدرش يعني، من غير ما افكر حاجه لا اراديه تلقائيا. فممكن حاجه دي ممكن تزعل ناس، بس انا غصب عني والله ما اقدرش اضغط على نفسي. طبعا ما اقدرش افوت لقاء من غير ما اتكلم على محطه، طبعا اول محطه ليكي في مشوارك، وهي الكليب اللي عملتيه مع سامو زين. وطبعا اللي حقق نجاح كبير. عايزك تكلميني عن التجربه دي، وازاي كان التعاون مع سامو زين، وازاي بدا التواصل مع سامو زين. يعني هو التواصل بدأ بالصدفة عن طريق برنامج إذاعي أنا كنت عاملاه، كان أول برنامج إذاعي عملته. كنت ضيفة فيه يعني، مش عملته. كان بالصدفة، وبعدين بعدها يعني بعد ما خلص البرنامج على طول لقيت انا اتكلمت في البرنامج يعني، سالني المذيع من الفنانين اللي عايزه تعملهم معاهم ديو، فكان سامو زين من ضمن الاسماء اللي لا قلتها. كان من ضمن الاسماء، وكان هو كمان عامل لي مفاجاه بصوته في البرنامج. فكان اسمه من بين الاسماء اللي انا ذكرتهم. بعدها على طول لقيت الدنيا مقلوبه في السوشيال ميديا، وهو كاتب انا مستعد اعمل معاك ديو وكده. فبعدها تواصلنا مع بعض، وبعت لي قال لي بعد يومين ان شاء الله هبعت لك الاغنيه وكله جاهز. فالموضوع جه بسرعه كده، فبعدها على طول جيت سجلت، بعدها بشهرين او شهرين ونص كده، ثلاثه مش فاكره المده بالتحديد، جيت صورته وانتهى الموضوع يعني في يعني فتره قصيره، وفي يعني ما كناش مخططين له، جه كده صدفه وفجاه. وكان العمل يعني ككل كان العمل حلو، والاغنيه انا كنت احبها جدا، و يعني وانك تطلع من برنامج وانت اصلا ما عندكش اعمال، مجرد انسان اتشهر من برنامج عنده يعني جمهور، وجمهور برنامج يعني عنده جمهور حلو، ويلاقي فرصه زي دي طبعا ما فيش حد غيري ممكن يعني يضيعها من ايده. كانت تجربه حلوه، وكاول عمل ليا يعني كان أكيد. مشرف بالنسبه لي اكيد. ايه رايك بقى نروح نشوف جزء من الكليب؟ يلا نروح نشوف جزء من الكليب. ولا ليلة أنا لوحدي على انت بعيد، ده أنا من قبل ما قبلك كنت في خيالي، أحلى أيوة أكيد من اللي في بالي. وأنا الدنيا بقيها معنا أنا وياك، وقبلك عشت أيامي ما حسيتهاش، وطول عمري ده كله حلمت بيكم معاك، حياة كتاب
ولسه مكمل معاكم لقائي بنجمه ستار اكاديمي كنزة مرسلي. وكنت عايز اسالك بقى قد ايه برامج اكتشاف المواهب يعني بتاثر في مشوار الفنان، بتخليه يتشهر اكتر، بتخلي ليه فانز كتير. وعايز اعرف برضو قد ايه البرامج دي مهمه في تقريب الثقافات بين الدول ونشر الثقافات بين الدول، يعني توحيد الوطن العربي كله على. بصي، يعني هي اكيد البرامج الهواة اللي بتتعمل يعني من فتره بقت بتساعد قوي على الانتشار. يعني بتوصلك لاكبر شريحه، خصوصا انها يعني عربيه مش بس محليه. يعني انا كنت في برنامج قبل بس كان محلي، فالجمهوري كان محلي وبس الناس اللي بتتابع البرنامج ده. بس كبرامج عربيه زي ستار اكاديمي مثلا بيخلي كل العالم العربي يتفرجوا، مش بس العالم العربي، تلاقي كمان من بره من الناس اللي متغربه، هم عرب ومتغربين بره، فتلاقي الحمد لله المساحه اوسع. فده يديك يعني يوفر لك شغل مثلا 10 سنين لاي انسان عادي او لاي فنان ممكن يبتدي كده لوحده. فدي حاجه اكيد تساعد. وبالنسبه لانها تقرب الشعوب وتقرب الثقافات، هي زي ما بتقرب احيانا بتبعد. يعني ايه؟ يعني احيانا لما يكون في مثلا سوء تفاهم، ممكن كلمة تطلع منك كده من غير ما تكون قصدها، يعني ممكن الموضوع ده يعمل لك مشاكل أو يخلي مثلا يحصل شوية فتنة بين فانز بلد البلد الفلاني والبلد التاني. أنا كنت بقى عايز فهي دي الحاجة اللي مش كويسة. بس غالبا يعني هو موضوع حلو. يعني الموضوع يعني هو يعني الايجابيات بتاعته اكتر من السلبيات الحمد لله، على حد معرفتي. يعني على حد مثلا انا في بالنسبه لشخص، يعني بالنسبه لتجربتي انا الشخصيه، بتكلم عن تجربتي الشخصيه، الحمد لله قربت لي، يعني حسيت ان انا اتقربت من الثقافات التانيه اكتر من ان انا ممكن اتعمل لي مشاكل او فتن. يعني بس الحمد لله يعني كان في شويه فتن، بس انا بالنسبه لي خلاص يعني كل حاجه تعدي وكل حاجه يعني تروح لحالها. انا كنت بسالك السؤال ده علشان يعني كان منشور في الصحافه من حوالي 3 4 ايام كده انه في مشكله حصلت في ستار اكاديمي اثناء الجلسه الاسبوعيه بتاعت السوشيال ميديا. وكان في اختلاف بين جمهور طالبين في الاكاديمي، ووصلت لل يعني تراشق بالالفاظ او حاجه زي كده، يعني وصلت لانهم لغوا جلسات السوشيال ميديا في ستار اكاديمي. كنت عايزك تعلقي لي على الموضوع ده وقد ايه خطورة الموضوع ده. يعني بصراحة أنا أول مرة بسمع الخبر ده من عندك. يعني أنا زي ما قلت لك، لا هو خبر منشور في الصحافة، مش متابعة قوي. بس يعني إنهم يلغوا جلسات السوشيال ميديا دي أول مرة أسمعها بصراحة. إدارة الأكاديمي لغت جلسات السوشيال ميديا بناء على خلاف حصل على طالبين من الجمهور، مش داخل الأكاديمية. فرأيك إيه في الموضوع والله ده؟ والله يعني مدام ستار أكاديمي أو إدارة ستار أكاديمي أخذت قرار زي ده، يعني أكيد في موضوع كبير. أكيد يعني ولا مرة حصلت إنهم لغوا. يعني احنا زمان يعني السنه اللي فاتت كان في كده مشاكل، كان في طبعا دي بتحصل في كل المواسم. في يعني الجمهور ده جمهور واسع، يعني فيه كذا فئه، في كذا يعني في الصغيرين وفي يعني في المراهقين وفي الكبار، يعني ما تقدرش تتحكم في كل واحد. ودلوقتي بقى الموضوع سهل جدا ان اي واحد يعمل اكونت ويطلع بقى يقول اللي عنده. كل اللي ما يقدرش يقوله يكتبه بايده. فيعني اكيد يعني الموضوع كبير قوي، لان السنه اللي فاتت مثلا كان في مشاكل بين الفانز، والفانز ده يطلع يشتم الشخص ده وده، بس ما حصلش كده. يعني ما حصلش انه يلغوا كليا فكره السوشيال ميديا دي، اكيد حاجه كبيره. ويعني هم لو اذا يعني اكيد لما عملوا كده اكيد هم شايفين حاجه، يعني عايزين يصلحوا وعايزين ممكن يعاقبوا مثلا الاشخاص دول اللي بيشتموا. او فانا بالنسبه لي زي ما السوشيال ميديا بتساعد
الطلاب ستار اكاديمي على انهم يتواصلوا مع الجمهور بشكل مباشر لانهم يزيدوا انتشارهم اكتر، على قد ما احيانا بتبوظ العلاقات واحيانا يعني بتشوه، يعني في ناس بتطلع بس ممكن انا الشخص ده مش عاجبني عايز اطلع اشتمه واطلع فيه اللي مش فيه. فانا بالنسبه لي بشوفه قرار كويس انهم عملوا كده، بس انهم يمنعوها كليا يعني مش هتخدم الموضوع قوي، لان دلوقتي احنا في زمن السوشيال ميديا وزمن التكنولوجيا، فممكن الوضع لما يهدى شويه هيرجعوها تاني والله اعلم. يعني دي حاجه ترجع لهم. مين اكتر حد كان قريب منك في الاكاديمي ومين اكتر حد متواصله معاه دلوقتي في بص يعني اكتر حد كان قريب، والله انا تقريبا كنت قريبه من الكل، بس يعني بحكم انك في ناس بتطلع من البرنامج وتبقى بس مع ناس معينه فالقرب بيزيد اكتر مع الوقت، فبتحس انك رايح للفلان الفلان لانك سمحت لك الفرصه وسمحت لك الوقت انك تقعد معاه وقت اطول. فانا كانوا في يعني في كتير قريبين مني، بس اكتر واحد يعني كانت ليا من لبنان ولسه لحد دلوقتي بنتواصل مع بعض ونتكلم، بس اللي هو مره على مره يعني مش دايما مش اللي هو دايما وفي اللي ما فيش تواصل نهائيا يعني، وفي كده وفي كده، بس اهم حاجه ما فيش عداوات الحمد لله. اهم حاجه. ما فكرتيش في التمثيل ولا الخطوه دي سايباها قدام شويه، ولا ما تعرضش عليكي يعني ما فكرتيش في الخطوه دي، وخصوصا ان انتوا كنتوا بتاخدوا دروس تمثيل في الاكاديمي؟ لا مش ما فكرتش يعني، هي مش قصه تفكير، بس لما يكون في عرض ممكن تقول افكر في العرض مثلا في العرض في ذات نفسه، لان انا بالنسبه لي التمثيل بحبه زيه زي الغنى، اكيد الغنى اكتر شويه، بس التمثيل يعني حبيته اكتر لما شفت نفسي فيه، لما يعني دخلت ستار اكاديمي، وانا اصلا كان قبل عندي تجربه كده صغيره في التمثيل عندنا في بلدي، كان في سيت كوم كده صغير جدا، كان دور بسيط، بس يعني شفت نفسي ان انا انفع يعني. فبعدين لما دخلت ستار اكاديمي وكان في عندنا دروس دايما، واخدت كمان شويه معلومات عن الموضوع، شويه خبره، ويعني ولاحظت ان انا صادقه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في احساسي في التمثيل. يعني انا لما بشوف نفسي دلوقتي بدخل على اليوتيوب بشوف اي دور انا مثلته او اي مشهد انا عملته بصدق نفسي. فحبيت ان انا اخوض التجربه لو اتعرض عليا عمل يناسبني. طيب ممكن بقى نسمع حاجه لورده الجزائريه؟ ماشي. طبعا ورده حبيبتي، ويعني كل الناس عارفاني ان انا بموت فيها، فعايزه اغني لهم حاجه مختلفه مش متعوده اغنيها يعني. على بالي شو قتال دانا حالي والله حال، على بالي شو قتال دانا حالي والله حال، وليالي تصفالي وتسيبني طول السنة، يلي حبك مواسم ازعل واغضب وخاصم، اصلك عالقلب حاكم وبقيت كل المنى. الله، اغنية جميلة جدا. بحبها قوي يعني، من اغانيها الاخيره يعني، مش الاخيره الاخيره يعني. مين مثلك الاعلى في الغنى بقى؟ ورده غير ورده؟ ورده اكيد يعني. مثلي يعني لما تقولي مثلك الاعلى في كتير يعني، طبعا على ارسهم الست ام كلثوم، وتيجي بعدها ورده، في فيروز، في يعني في الاسامي الكبيره دي كلها مثلنا، كلها بنتعلم منها وكلها اتعلمنا منها وكلها بنعتبرها. مثلا لو دلوقتي انا عايزه ادرب صوتي في البيت، اروح اغني، اسمع اغنيه لام كلثوم، اسمع اغنيه لورده، لصباح، لفايزه احمد، يعني للاسامي الكبيره دي، لانها حاجات يعني هي كفايه الاغنيه الواحده انك تغنيها، انا
تمرين. طب مين من من الاصوات اللي موجوده دلوقتي مين مثلك الاعلى؟ والله الاصوات اللي موجوده والله في كتير، مش مثل الاعلى بس يعني اللي هو كل ما بسمعها نفسك تبقي زيها او نفسك بتحبي ستايل غناها. لا مش عايزه ابقى زي حد. اي لا يعني بتحبي ستايل غناها يعني. لا مش الستايل يعني انا بميل اكتر الاغاني زي ما قدمتيني في الاول اغاني الرومانسيه. بميل الاغاني اللي يعني تكون فيها يعني ميكس شوية طرب على شوية احساس على كده يعني. سمعت انك التقيتي بالفنانة الكبيرة انغام وباركت لها على الالبوم الجديد، عايزك تكلمي عن اللقاء يعني ده. انا كنت حاضرة بس يعني الوقت كان شوية ضيق وقتنا احنا لان انا كان عندي استوديو اليوم ده فحضرت بس المؤتمر بس يعني ما استنتهاش لغاية ما خلصت عشان عشان ابارك لها بنفسي يعني بس انا حضرت يعني بس ما شفتهاش يعني شفتها من بعيد بس ما يعني الوقت ما سمحليش ان انا اقابلها شخصيا بس انا رحت طبعا يعني دي حاجه تشرف انك تكون حاضر بس في 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 مؤتمر صحفي لفنان او فنانه كبيره جدا ولها كيان عظيم في الـ في الـ في العالم العربي والموضوع يعني يعني انا من الفنانات المفضله والقريبه من قلبي واللي صوتها بحبه جدا انغام. ده طيب غير ممكن نسمع بقى حاجه لانغام. نسمع حاجه انت بتفاجئني على طول يعني. طب نقول ايه الانغام. ما جبش سيرتي ما قالش حاجة ما كانش نفسه يقول حاجة ما جبش سيرتي ما قالش حاجة ما كانش نفسه يقول حاجة حب ولا لسه ما ظنش سهل ينسى حب ولا لسه ما ظنش سهل ينسى سأل عليا سأل عليا بإيه سأل عليا بكلام ولا عليه عليه سأل عليا سأل عليا بكلام ولا عليه بس عدكن وقلتوله سألت عليه ما جابش سيرتي. الله جميلة جدا. طبعا في جمهور كتير جدا على الانستجرام بعتوا لك مسجات بس مش هقدر اقولهم كلهم هقول بس يعني مسجين ثلاثة كده. ميرسي على استضافة كنوز. هل بتفكري في التمثيل الفترة الجاية؟ طبعا جاوبنا على السؤال ده. شكرا أحمد. وأخيرا هنشوف كنوز دي يونشي في كنزا بيبي بتقول ألف شكر يا أحمد يا ذوق وأمانة سلمين على كنوز القمر من جيشها الكنزاوي. كمان في مسجات كتير جدا جدا من فانز الكنوز العراقي شكرا على استضافتكم وسؤالي ليها هل في عقد من شركة انتاج برضو كل الاسئلة دي جاوبنا عليها. بنشكر فانز كنزة مرسلي على كل المسجات اللي بعتوها وعلى تواصلهم معانا. انت قاعدة في مصر لمدة قد ايه ويعني وهتمشي امتى من عايزين تمشوني يعني؟ لا 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 طبعا. عايز اعرف بس عشان لو كان في حاجات تانية نبقى على تواصل معاكي على طول. طبعا هنبقى على تواصل معاكي على طول بس يعني عايزين نعرف قاعدة لمدة قد ايه. طبعا جمهورك يعني هو اللي عايز يعرف. بصراحة يعني مش فاضل كتير شوية كده وهتخلصوا مني ان شاء الله يعني بس اليوم بالتحديد مش هقول بس لانه ممكن تحصل حاجه او تكون في حاجه كده تخليني ممكن امدد يوم او يومين او اسبوع. فانا اللي في بالي دلوقتي واللي باين ان انا مسافره ان شاء الله الشهر الجاي اول الشهر الجاي بس يعني ان شاء الله نرجع تاني يا رب. شكرا ليكي على تنويرك ليا النهارده بجد بجد انت نورتيني النهارده. دريم وبرنامج ستاند باي وبشكر كل الناس اللي بعتت واللي تابعت وبشكر كل جمهوري من كافه
انحاء، مش هنبالغ قوي، مش انحاء العالم يعني، كل الجمهور اللي بيحبني خلاص. طبعا انا اللي بشكرك جدا وبجد شرفتيني ونورتيني، وكانت حلقه دمها خفيف معاكي. الحمد لله. وعايزك بقى توجهي كلمه لجمهورك تاني، يعني قولي لهم بقى حاجه كده منك ليهم يعني. والله هم عارفين طبعا انا بحبهم، وعايزه بس يعني اعتذر لهم عن اني مش دايما معاهم على السوشيال ميديا وكده. فانتوا عارفين بقى الفنان بحالات، فاحيانا انا بتيجي يعني بتجيني حاله كده ببقى مش عايزه اكتب حاجه، مش عايزه احط صوره مثلا، فده غصب عني، فياريت يعني تفهموا الجانب ده فيا في شخصيتي، انتوا عارفينه طبعا، وانتوا اكتر ناس يعني بتحسوا بيا في كل حالاتي، ويا رب يخليكم ليا، بحبكم جدا. في نهايه لقائنا بشكرك جدا يا كنزه على تشريفك ليا النهارده، وهنختم باغنيه تختاريها انت. وفي النهايه وللاسف حلقتنا خلصت بسرعه، بشكر نجمه ستار اكاديمي الجميله كنزه مرسالي على وجودها معايا النهارده، شرفتيني ونورتيني. استنوني كل يوم جمعه الساعه 6 والاعاده 8 صباحا. كمان شوفوا البرنامج اكتر على youtube.com/dreamtvchannel، وشاركوني بارائكم في البرنامج واختاروا عاوزين تسمعوا وتشوفوا افلام واغاني ايه على ايميل البرنامج standby@dreams.tv، واكيد فولو مي اون فيسبوك @standbywithahmedsalah، تويتر @standbyprogram، ولقائنا بيتجدد الاسبوع الجاي. So don't forget to keep your mind stand by. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحاني تمايل لها السمعين، وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر لها الربان طويل البواسير. ضي شوي شوي شوي.